في حاجه وقعت منك يا حاج؟ في حاجه ها؟ مش عارف. شوف كده، في حاجه وقعت منك؟ لا. متاكد؟ فلوس؟ لا. مش فلوس وقعت منك؟ لا. ها؟ لا. قبل ما امشي متاكد؟ طب شوف في جيبك كده. متاكد؟ انت متاكد ليه معكش فلوس ولا ايه؟ مفيش حاجه وقعت. ها؟ مفيش حاجه وقعت، مفيش حاجه وقعت. مفيش حاجه وقعت منك؟ انت زعلان يا عم، انت كده زعلان ليه؟ زعلان. ده انا بعمل خير معاك. معلش شكرا. خلاص امشي يعني؟ طيب. تاخدها وخلاص؟ يا عم اتفضل يا عم. اذا لقيت تاخده؟ اه. مش عايز تاخدهم ليه؟ يمكن فلوسك يا عم. معلش. ها؟ خدها يا عم، ده رزق ربنا بعته لك، خدهم وخلاص. لا شكرا يا عم، بقول لك ربنا بعت لك رزق ما تاخده. معلش شكرا. مش عايزه؟ اه مش عايزه. ما تاخدش حاجه مش بتاعتك. ها؟ حلال عليك. حلال علي انا؟ اه. يبقى في حاجه تاني حلال عليك انت. هقول لك طب الحكايه. طب بص هقول لك، العربية دي فيها كاميرات، بنشتغل على اختبارات الأمانة، وعارف طلعت راجل أمين. في ناس بتقول اه فلوسي، وتاخد الفلوس بتبقى حاجة بسيطة. فإحنا بقى معانا مبلغ كده لحضرتك، ده هيكون بتاعك أنت. كل سنة وأنت طيب، ربنا يعود على الكلام بخير. اتفضل، الفلوس دي بتاعت حضرتك. اتفضل مد إيدك. اتفضل فلوسك، أنت كسبت معانا والله العظيم، كسبت معانا. اتفضل خد الفلوس، والله فلوسك، كل فلوسي بتاعت حضرتك اهي. يا عم انا مش عايزها. اتفضل. مش عايزها يا ماما. والله فلوسك. مش عايزها. حط فلوس في جيبك. خدهم في جيبك. كل سنه وانت طيب. طيب. رمضان كريم. الله اكرم. انت ما يعني لا بينا ولا علينا، احنا ماشيين عمالين نلف ونقول ايه؟ هنشوف مين صاحب النصيب. ربنا اكرمنا وانت صاحب النصيب النهارده. زعلان ليه؟ لا مش زعلان والله. مالك زعلان ليه؟ لا انا متضايق شويه بس. ليه؟ مالك؟ ربنا يعني بعت لك رزقك لغايه عندك اهو. العيشة اللي احنا عايشينها حاجة غالية، وموت امي وابويا واختي. لا لا الا الله. والد حضرتك توفت؟ ها؟ والد حضرتك توفت؟ والدي ووالدتي واختي واخويا مات. لا لا الا الله. وانا بطلع للزباين باكل من الملابس، لان ما عنديش محل. اه بتطلع الناس تكويلهم. اه بسرعة. انت دعيت قلت ايه النهارده؟ قلت ايه الرزق جالك كده وربنا شاور عليك، اشمعنى انت؟ الحمد لله فضل من ربنا. اشمعنى؟ اه نصيب. نصيبك. مع حضرتك اولاد؟ الحمد لله معايا ولدين وبنت. ولدين وبنت. كل سنه وانت طيب. طيب. والرزق شاور عليك. طيب. وانت النهارده كنت صاحب النصيب، وفي رزق يجي لك لغايه عندك، وهو اللي بيدور عليك. وفي ناس بتدور على ارزاقها، انما وانت قاعد لغايه مكانك احنا جينا، والرزق اللي نادي عليك وشاور عليك. الله يخليك. كل سنه وانت طيب. رمضان كريم. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.